اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. النهارده هنعمل مع بعض الجمبري، هنعمله بطريقه حلوه جدا مع الخضروات وبصوص لذيذ جدا ومعاه البراون توست او العيش البني، وهنعمل مع بعض عيش البروكلي الحلو جدا بالجبنه. طبعا احنا عارفين ان احنا مكملين مع بعض مشوار التسع شهور بتاع الحمل من اوله لاخره، وكمان ما بعد الحمل ان شاء الله الامومه والطفوله، مكملين مع بعض. انا معاكي وانتي معايا خطوه بخطوه. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. رجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض الجمبري. نقول المقادير بتاعته: عندنا القرنبيط، عندنا البروكلي، الفجل الأحمر، الفلفل بألوانه، عندنا الجزر، طماطم، ومعانا الأفوكادو، عندنا الجمبري زي طبعا ما اتفقنا، ومعانا الخضرة، عندنا الثوم والعسل والعصير والليمون والبشر الليمون، ومعانا الثوم، وفي خل طبعا. هنبدا بقى مع بعض كده ونشوف الوصفه هنعملها ازاي. اول حاجه انا عايزه ايه، لان الجمبري ما بياخدش وقت خالص، فالخضره عايزه اديها كده تشويحه حلوه. اول حاجه عايزه اعملها هشوح الحاجات اللي هتكون انشف شويه من التانيين، فهناخد القرنبيط والجزر ونشوحهم شويه. هحط زي ما احنا شايفين كده شويه زيت، مش كتير. واول بقى ما يبدا في والجبنه المبشوره برضو معانا تطلع حلوة جدا اهو. يلا نبدأ بقى مع بعض، نحط كده ايه حتة تومة صغننة جدا، وبرضو عايزين نتكلم عن حاجات مهمة جدا في الحمل. احنا متعودين ان احنا دايما العيا والحاجات دي بتكون طبعا هو الدواء الوحيد اللي بناخده البنادول، فاحنا عايزين ان احنا نكون مخليين بالنا من الاول علشان ما نوصلش لمرحلة ان انا اخد حاجة اصعب او اخد حاجة تبقى اقوى عليا وعلى البيبي. فالحاجات اللي بتزود المناعة نشوف الخضروات والفواكه اللي فيها الفيتامينات اللي احنا محتاجينها، اللي فيها الزنك، اللي فيها بالذات دخلات البرد بقى اللي فيها الفيتامين سي، اللي فيها الزنك. فعايزين نبقى ايه واخدين بالنا كويس. تعالوا بقى كده نحط الحاجات اللي ايه اللي هي بتبقى بتاخد وقت اطول زي ما اتفقنا اهو. فعايزين برضو ايه نبقى واخدين بالنا من الفواكه والخضروات اللي فيها الحاجات اللي احنا هنستفيد بيها. وبرضو تعالوا كده ايه ما نشوف نرفع ازاي المناعة عندنا. هنحافظ على الفيتامينات بتاعتنا، خصوصا زي ما اتفقنا في الاول فيتامين سي والزنك. وتاني حاجة ان انا ما اتعرضش للتيارات الهوائية فجأة، مش عايزين نتعرض فجأة لتيار هوائي. عايزين نلبس هدوم مناسبة للجو. دلوقتي طبعا الجو متقلب جدا، شوية تلاقوا الجو حر، شوية تلاقوا الجو ساقعة، فاحنا مش عارفين بالظبط نلبس ايه. فلا احنا لازم نبقى عاملين حسابنا، لو اليوم حر نبقى واخدين معانا الجاكيت ونقوم مغيرين. عايزين نتعرض للشمس قبل الساعة 10 وبعد الساعة 4 العصر، نشرب مية كتير ونشرب سوائل كتير، من ضمنهم تكون غنية بالفيتامين السي. وبعدين عايزين كمان طبعا ان احنا ناكل اكل متوازن، وده اللي احنا بنحاول نعمله في السيزن الجديد من عمايل ايديا.
ان احنا ناخد بالنا من اكلنا، ناخد بالنا من صحتنا، ونجيب دايما المعلومات الاخيره. وانا مستنيه برضو منكم لو حد عنده اي سؤال على طول يبعت لنا. عايزين ننام كويس، دي حاجه مهمه، ولو لا قدر الله بقى جالنا البرد عايزين نرتاح، عايزين نشرب ميه كتير، وعايزين ناخد الاعشاب والشوربه حلو جدا. يلا عايزه اقلب هنا كده. اهو كده بتطلع حلوه جدا. عايزين دايما زي ما اتفقنا نبقى مغيرين في اكلنا، مش عايزين اكلنا يبقى الاكل التقليدي اللي احنا بناكله على طول. ومش لازم نعمل الوصفه دي بحذافيرها، لا احنا ممكن نحط حاجه احنا بنحبها، نشيل حاجه احنا مش حابينها، بس نستفيد بالخضره الحلوه اللي احنا حاطينها، لان الخضره دي كلها الفيتامينات اللي جسمنا محتاجها. اوكي يلا كده. بصوا بقى تشويحه كده ايه على السريع تطلع حلوه جدا معانا. وده البروكلي احنا بنبقى دايما سلقينه نص سلقه كده. تعالوا بقى نعمل تتبيله هنا حلوه للجمبري، وتتبيله للسلطه للخضروات برضو تبقى حلوه معانا. بعد ما نخلص بقى هنا كده نعمل دريسنج حلو لايه للخضروات برضو من نفس الحاجه. اوكي تطلع حلوه جدا معانا، بس ايه نركز كده في المقادير بتاعتنا. يلا بينا ونجيب بقى الجمبري. ننزله ونحط بقى فيه رشة الملح الحلوة بتاعتنا، ونديله بقى ايه التتبيلة الحلوة. عايزين دايما نحافظ على البروتين بتاعنا زي ما اتكلمنا، ايه السمك الجمبري البروتينات بقى اللي مش سي فود نحافظ على عليها ونقسمهم في الاسبوع بتاعنا. بعد كده انا عايزه هنا ايه اعمل له تتبيله برده حلوه، احط له شويه ملح، شويه صغيرين من عصير الاناناس كده، شويه من بشر اهو كده الليمون، ونقلب. اوكي هنا بقى نعمل الصوص الثاني، نحط بقى هنا الثوم، وهحط الكمون، نحط معلقه من الخل، نقلب. ومعلقه من العسل، وشويه زيت، وايه ونقلب كده كويس، وهنزلها عليهم. وبعدين كده هقلب بقى حلو قوي قوي قوي، وايه وننزل الجبنه اللايت اللي احنا جايبينها معانا
علشان ايه؟ تسيح معاها وتبقى حلوة جدا وتعجبكو اهو. والجمبري ريحته خلاص طلعت وبقت جميلة جدا مع الصوص اللي احنا عاملينه والتتبيلة الحلوة اهو كده بقى. وايه هنقلبه مع الجبنة ويسيح الجبنة معاه. وهنا عندنا الجمبري برضو خلاص قرب على السوا على ما ده يسيح اهو. زي ما اتفقنا احنا عايزين ايه؟ الحاجة تبقى مستوية كويس، مش عايزين الحاجة ناخدها مش مستوية. ونمنع بقى نفسنا طبعا من اكل اللانشون، اكل البسطرمة، اكل التركي، الاكلات دي كلها احنا لازم ايه نبقى عارفين ان احنا مش مسموح لنا ناكلها. فلازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الحتة دي ان انا ما اكلهاش ايه علشان هي مش مسموح لي. وبعدين عندنا برضو ممكن نتكلم شوية عن الفواكه. الفواكه بتكون مهمة جدا 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 عشان المناعة بتاعتنا، وان انا اعالج برضو البرد بتاعي. الثوم بقى الطازة والحبهان والقرنفل دول هحطهم في الاكل علشان ازود المناعة. نبعد عن القرفة على قد ما نقدر لان القرفة طبعا مش كويسة في الحمل خالص. وعندنا لو حاسين ان زورنا بيوجعنا حلو جدا الغرغرة بمية وملح، كويسة جدا بتخلينا نحس ان احنا زورنا ارتاح قوي. وبخاخة طبعا مية البحر اللي هو السي سولت ده بتبقى حلوة جدا علشان هي بتبقى طبيعية وكويسة لترطيب طبعا القنوات الأنفية. وعشان السخونة هنستحمى وهنعمل كمادات، نستحمى بمية فترة بلاش مية ساقعة. اللي يقولك استحمي بمية ساقعة ده طبعا حد غلط خالص، لا احنا لازم تبقى المية فترة مش ساقعة. يعني الدكاترة دلوقتي زمان كانوا بيقولوا مية ساقعة، والكمادات نفس الحاجة اللي هي روم تمبرتشر يعني بتبقى درجة حرارة الأوضة، ما تبقاش يعني مية من حنفية عادية هي دي اللي ايه ما تسخنيهاش ولا تجيبي تلج وتقعدي فيه. كل الكلام ده ايه غلط خالص خالص جدا. تعالوا بقى نجيب الطبق التقديم بتاعنا زي ما اتفقنا. كل ما الطبق بتاعنا كان شكله حلو كل ما اكلتنا كانت احلى اهو. بصوا بقى هنا كده الجبنه وهي ايه سايحه كده معاها بتطلع حلوه جدا. نكمل بقى ايه الجبنه، جبنه اللايت اهو. وهنجيب الخضره بقى ونحطها بتطلع حلوة جدا جدا مع الأكل. كرفس، كزبرة، شبت، كل الحاجات الخضرة الجميلة دي بتطلع حلوة جدا مع الأسماك كمان بالذات تبقى حلوة قوي وكمان مفيدة جدا جدا لينا. فاحنا عايزين ايه نبقى مستفادين من جميع النواحي. يلا هنحط دلوقتي بقى اهو. بصوا سايحة كده ازاي وجميلة جدا واحنا متبلين الموضوع تتبيلة حلوة قوي قوي قوي. هننزلها كده شايفين الجبنة وهي سايحة وحلوة اهو كده. ونحط بقى هنا ده طبعا من الإفادة، ده طبق كامل متكامل طبق لا ينقصه أي شيء إلا الأكل على طول. الأفوكادو هنحطه هنا كده ونعمل له بقى التتبيلة. تتبيلة ليه هو وإيه والطماطم والفجل الحلو ده كده. يلا بينا كده هنحط ايه رشة ملح خفيفة كده مع شوية من الكمون كده وفين زيت الزيتون ايوه وزيت الزيتون
ايوه وهناخد معلقة صغيرة من العسل، دي بتبقى لذيذة جدا في السلطة. عندنا خضار، عندنا سلطة مع الجمبري. احنا كده عملنا زي ما اتفقنا طبق كامل في كل العناصر الغذائية بتاعتنا اللي ممكن ايه نحتاجها اهو. وبعدين هجيب بقى العيش البني، بس تعالوا ايه الاول نروق هنا كده شوية. وبعد كده كمان الاكلة اللي جاية حلوة جدا جدا جدا، هتعجبكم لان هي سناك حلوة جدا ولذيذة وجديدة. احنا دلوقتي بقى ايه نحط العيش، بصوا بقى كده لما يتحط عليه الجمبري بيبقى واخد الصوص فبيطلع حلو جدا جدا جدا. الايه الحلوة جدا اهو، حط بقى الجمبري عليه كده. ونرصه بقى رصة كويسة كده. عندنا أكلة كاملة متكاملة في نفس الوقت هي خفيفة صحية وجميلة جدا جدا جدا، ومقاديرها كلها حلوة قوي. حابين نستبدل أي من المقادير انتوا حرين. بصوا الطبق بقى كده اتحط على السفرة وبالهنا والشفا، هتاكلوا صوابعكم وراه كده. احنا عملنا مع بعض أول وصفة، عملنا مع بعض الجمبري مع الخضروات مع السلطة، وصفة كاملة متكاملة. نطلع مع بعض بقى فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما عملنا مع بعض طبق أو سيرفيس الجمبري الحلو جدا. نبدأ مع بعض في الوصفة التانية ونقول مقاديرها بسرعة، وهي العيش. هنعمل عيش البروكلي بالجبنة، هيطلع حلو جدا تجديد وديبينج حلو، نعمل معاه الزبادي، نعمل معاه مع الرانش اللي احنا بنعمله مع بعض في الحلقات. عندنا البروكلي مسلوق، عندنا الثوم بودرة، جبنة شيدر وجبنة بارميجن، عندنا الدقيق وعندنا بيضة. اول حاجة هعملها ان انا هنزل البروكلي ايوه كده، وهحط شوية صغيرين من الثوم البودرة، هنزل البيضة والجبن بتاعتي اهو، ميكس الجبن لما بينزل كده. وهنحط حوالي معلقتين من الدقيق علشان يمسك نفسه، وبرضو ايه نشوف تاني محتاجين نحط ولا كده كفايه. يلا بينا، بس ايه بقى لو فيها اي قطعه زياده نشيلها. هنزله بقى هنا كده وايه هنعمله على شكل زي ايه قرص العيش. تمام، نخش بقى الفرن. تعالوا بقى احنا عاملين هنا واحد اهو جاهز، يلا نبدأ بقى في التقديم. زي ما احنا شايفين قطعناه اهو، بيطلع حلو جدا 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 كده. وايه ونعمله بقى ديبينج في اي ايه صوص لايت كده حلو، هيعجبكم جدا وهيعجب اولادنا، ومفيد جدا جدا جدا، وبرده سناك حلو قوي اهو. معاه الرانش اللايت، الزبادي اللايت، وظبطوا السبايسز او التحقيقه بتاعه
الزبادي زي ما انتوا عايزين اهو كده. عملنا مع بعض النهاردة وصفتين حلوين جدا. عملنا مع بعض اول حاجة الجمبري، عملناه مع الخضار والجبنة السايحة ومعاه السلطة كمان بصوص لذيذ جدا جدا تحته التوست البني، وعملنا مع بعض عيش البروكلي بالجبنة ديبينج كده معاه جنبه زبادي لايت او الرانش الخفيف اللي احنا عملناه برضو مع بعض قبل كده. اتمنى يكونوا وصفتين سهلين صراع وعجبوكوا، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا، ومكملين مع بعض مشوار خطوة بخطوة 9 شهور انا وانتي مع بعض مش هنسيب بعض. يلا استنوني في حلقة جديدة.